ادي الصنف المبدع زي ما قلت لحضراتكم، هجيب لكم طريقته اللي هي البسبوسة اللي بتتباع تقريبا في السعودية في محلات كبيرة هناك في السعودية ودبي، بتبقى قطع اي نعم القالب ده مش هو بنسبة 100% ولكن بنسبة 90%، لان التانية اصغر شوية بوبس التانية كده، مميزة جدا الحشوات زي ما انتم شايفين كده، لا تفرق عنها بمقاديرها بسرها بطريقتها. في كل مكان لينا زمايلنا، زمايلنا ما تعوز مقادير اي حاجه بيدوهاني كشيف محمود، بصوا الطريقه عامله ازاي، بصوا هشه عامله ازاي، هشه جدا بصوره مميزه جدا. لو عايز بدل الشوكولاته المربى كنت احط قشطه، احط قشطه والفستق، اي حشوه انا عايزها. شايفين المنظر بتاعها مبدع، جات متاخره شويه ديت. ناخد قطعه كده، شايفين الهشاشه بس اللي فيها عامله زي البابا ده، هدية خدت كده الشوكولاتة سواء نوتيلا او جناش مع الفستق، شايفين عاملة زي غزل البنات. طريقتها سهلة ومقاديرها بسيطة، يلا بينا. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه، بيكون عندي 3 بيض، بكوين فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر من النوع دوت، بيكون عندي 200 جرام سميد يعني كوباية كبيرة سميد ما بتاخدش دقيق خالص، بيكون عندي 100 زيت يعني نص كوباية زيت الأول أكسر البيض دوت، ونص كوباية عصير برتقال أو 100 مللي عصير برتقال. كسرنا البيض كلها أعملها في الخلاط أو بالمضرب بس الخلاط أحسن، ونص كوباية سكر 100 جرام من السكر. أدي كده لأن أنا بدي سيرب ما تنسوش الكلام دوت. أدي الفانيليا والبيض والسكر، السكر كده يكون في حدود كوباية إلا ربع. نبدأ نخفق الكلام ده كده مع بعض، دايما ابدا بيض سكر فانيليا. بعد كده يا جماعه بنزل اهوت بالزيت، ممكن زبده سايحه سمنه لا، ينشف ويتقل الكيك. ادي الزيت اهوت، بعد كده ادي عصير البرتقال ده تانك على فكره زي ما هما بيستخدموه، وهو ده بقيته بس انا حطيته بس لقيت نفسي ما بسجلش، فده وبرت لكم ان انا نزلت بيه اللي هو السائل. ممكن لبن وممكن قشطه بس احنا بنعملها بتكلفه هاديه قوي. ادي السميد كوبايه كبيره او 200 جرام، ومعلقه صغيره بيكنج باودر مليانه، وهنبدا نحط هنا كله في الخلاط. شوفوا بقى قالب سيليكون، كوبايات فويل، شايفين المنظر عامل ازاي؟ خفيف عامل زي الكريب. هنا بس انا عشان اطلعه زي المحل كده، شايفين بدلوه عامل زي الكريب او زي الوافل، ونبدا ندلق الكلام ده كده. الخليط ده ممكن لو حطيته في مكنه الوافل يطلع معاكوا احلى وافل على فكره. وادي كده القصه كلها اهيت قدامنا، عندي مجات فويل، ممكن ده بقى السيرب، كوبايه سكر كوبايه ميه تحط على النار، سيرب بسبوسه هيغلي بس غلوه، واقوم شايله معلقه سمنه بلدي يا باشا اهو، هو رشد ملاليا ما نقفرش، وندي معلقتين سمنه بلدي بلاش افوره والنبي في الشغل اللي خرب الدنيا دوت الله. يلا المهم السميد طلع حاجه سخنه وحاجه بارده، دايما هنا السيرب برد عندي مش برد ساقع دافي. وادي هنا البوبس او البسبوسه البوبس صغيره، ابتديت ان انا اسيب راحتي خالص. انا ليه بس هنا عشان ما تتهريش في القالب وما احاولش افك دلوقتي اما تبرد. حتى البابا نفس القصة يتسيب في القالب، ليه؟ عشان ما يتفرفتش او ينفجر. شايفين الاسبونشية الرارز بها اقرب لكم شوية، بصوا اسبونشي خالص ازاي شكله مميز جدا. هسيبه بس يبرد كده عشان لما اجي اخلع يتخلع معايا في منتهى السهولة. باجي بعد كده بالراحة بسلك بالراحة وعن طريق السيليكون ده لو كان سيليكون ممكن في الفويل، وابدأ انزل. هتلاقوا فيه فجوة، هي الفجوه دي اللي بتاخد الحشوه سواء قشطه مربى شوكولاته نوتيلا، شكلها مميز جدا جدا جدا. ابتدي افك الكلام ده كله كده، ادي مربى مشمش مربى فراوله شوكولاته نوتيلا قشطه طبيعيه تماما بس يكون الخليط برد عندي. ادي دي شوكولاته نوتيلا اهيت، ما عنديش نوتيلا يبقى جناش، ورشه فستق او بندقيه او لوزيه او كريزيه زي ما حضراتكم عايزين على الوش، ولا اروح اجيب دسة جاتو ولا حاجة. التكلفة هادية جدا هنا عكس المحل سأله بكام، زي احد الاشخاص بيقولوا ان تكلفة الايس كريم ما نجيبه جاهز،
قال لو حضرتك عايز تجيبه جاهز هاته، بس سيب الناس اللي عايزة تتعلم، ده في ناس بتعمل مشاريع ما شاء الله عن طريقي كتير عملوا، فربنا يكرمهم يعني يا رب. ما نعملش إخماد للناس، دايما نحب نرفع كده من قدرهم وشأنهم دايما يا رب كده. في ناس بتشقى والله، الله يديها الصح. شايفين المنظر عامل ازاي؟ وناخد قطعة كده هنا كده مقدمه لضيوفي بشكل مميز جدا جدا وهش جدا، بالمربى بالمشمش بالشوكولاتة. ناخد قطعة كده اهيت شوكولاتة مثلا، لان الولاد بيحبوا دايما النوتيلا، ربنا يخليك اولادكم يا رب. ونبدأ نقطع كده هاشش جدا. الكيكة شربة سيرب، ولا عملت بابا ولا خمرت ولا حاجة، هو لا يختلف عنه. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.